أهلا بكم وموجز لأهم الأخبار الرياضية محليا وعالميا. منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة الكابتن حسام حسن واصل تدريباته استعدادا لمباراتي موريتانيا المقرر لهما يومي 11 و15 أكتوبر الجاري في الجولة 3 و4 من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025 بالمغرب. شارك في المران حوالي 25 لاعب، بينما أدى نبيل عماد دونجا تدريباته تحت إشراف الجهاز الطبي بقيادة محمد أبو العيلة. منتخب مصر مواليد 2007 خسر أمام المنتخب الروسي بنتيجة 2-1 في اللقاء اللي جمع المنتخبين باستاد اسكندرية ضمن مباريات الدورة الودية للشباب والناشئين اللي بيستضيفها اتحاد الكرة في محافظة الاسكندرية. النادي الأهلي استأنف تدريباته استعداداً للمشاركة في بطولة كأس السوبر المصري اللي بتقام بدولة الإمارات خلال الفترة من 20 إلى 24 من شهر أكتوبر الجاري. حرص الجهاز الفني بقيادة السويسري مارسيل كولر على خضوع اللاعبين لتدريبات بدنية قوية استمرت لمدة نصف ساعة قبل الانتقال إلى الجوانب الفنية والخططية استعداداً للمباراة. فريق نادي بيراميدز حقق الفوز على نادي ينل الإيطاليا التركي بنتيجة 18-0 في اللقاء الودي المقام بمعسكر تركيا على ملعب جامعة ماكو بمدينة بوردور التركية. نادي الإسماعيلية فاز على نادي طلائع الجيش بنتيجة 2-1 في المباراة الودية اللي جمعت الفريقين على استاد الإسماعيلية ضمن الاستعداد للموسم الجديد. المنتخب المصري اكتسح منافسات بطولة العالم للبارالا ليزر ران والمقامة في مدينة بور فؤاد برصيدة 18 ميدالية متنوعة، وتوج أبطال وبطلات مصر بتسع ميداليات ذهبية وستة فضية وثلاثة برونزية. نادي أرسنال أعلن فوز حارسه الدولي ديفيد رايا بجائزة لاعب شهر سبتمبر بعدما حصل على تصويت الجمهور في الاستفتاء اللي أعلنوه بعد تألقه الكبير في مباريات الفريق الماضية.